سراكي زادة العقل انا واش راكي لاباس 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 ان شاء الله الحمد لله واش راكي لاباس لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله راكي تجاوزتي مرحله الخطر راكي لاباس عليك البارح الطبيب تاعك اللي دار لك العمليه هضرت معاه في الليل كنت نتبع وخبرني باللي باش قضيت ايامات ان شاء الله يا رب قضيت ايامات وان شاء الله تبراي وترجعي للخدمه تاعك وماكوش تحسي في روحك على بالي على بالي بطبيعه الحال الحمد لله على كل حال اكيد الحمد لله لا تكفلوا بي شوفي رانا معاك نرافقوك وما نحبسوش حتى انت تبراي تماما وكي درتي ميلو تاع امتحان تاع الاستاذ الرئيسي ان شاء الله لو 21 لا 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 تعقبيه يجيوك هنا وفيربالمون شوف هنا ما يروحش والو وزيره المراه هيا 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 شجاعة جدا ما شاء الله طيب بارك كي تحبي تهضري معايا عقبك في التليفون تهضر معايا والامتحان تاعك يجيك هنا ويديروا لك الامتحان هنا ولا لا راه تلبس اخرى يديروا لك ان شاء الله دعواتكم ان شاء الله يا رب يشفيك ان شاء الله وين نعيط نطمن عليك وكي ديما شو الله يبارك ان شاء الله الله يجيب الشفاء ان شاء الله بارك الله فيك انا نتصل بك ان شاء الله هيا شباب سامحني لا فاميشيا عمي يا سامحني دقيقة بك نزول هي ماجرة لا لباس انا معكم ان شاء الله اي شيء زيك